ما انتقل انا اقول لك اكو واحد من اضخم اصحاب المصارف الان كان عنده شمبر بشارع الكفاح وهو واجه لاحد السياسيين ويدرون الجماعه وانا فتحت ملفه ومر ولا واحد قال له على عينك حاجب. يعني ما اقدر اصرخ اكثر من هذا بعد يا دكتور عدنان. دكتور يحيى الكبيسي وربك وحق اللي 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 هاي الليله والكل يعرف. خليني اكمل البرنامج دكتور عدنان. دكتور يحيى العقوبات شلون سندجم اقول لك خليني اكمل البرنامج دكتور عدنان. قدمت حلقات بالوثائق بالاسماء بالتواريخ بالصكوك المزوره بالعملات امام الراي العام العراقي ما حد قال له على عينك حاجب. وما زلنا بالاعلام نتحدث نحتاج الى وثيقه. قدمنا وثائق بقد السماوات والله ساد بقد السماوات والارض اخر وثائق فساد مصرف الرافدين. انا حكون امين وياك. اي وثيقه عندك ارسلها لي مباشره ليش ارسلها لك اتواصل وياك ساعه بساعه ليش ارسلها لك دقيقه بدقيقه اخر بس عزيز ارسل لي اي شيء ارسل اياها على الواتساب ليش ارسلها لك ارسل اياها على الواتساب على اي شخص يجي اكون امين وياك اوصلها للجهات المعنيه واقول لك الحاله وين وقفت وين مشت واعلنها انت دكتور عدنان. أنا أشكر خدماتك. ليش أوصل لك؟ أكو جهات حكومية ورقابية غصبا عنها تسمع وتنفذ أنا أحرك أنا راح أحرك لك هاي الجهات الرقابية. قال ربي أفلا أنا أحقق لك هذا التواصل أحقق لك هذا. حبيبي نجم أنت عزيز علي صديق عزيز وأثق بك. لذلك الكل يتفق والحكومة تعرف والأجهزة الأمنية تعرف والاستخباراتية تعرف أن هذه المصارف التي موجودة في العراق تدار هي يملكها سياسيين بأسماء وهمية ولا أحد يستطيع أن يقترب منها. هي سبب أزمتنا الحالية وراها ميليشيات ما تصور ما معروفة يعني كل البنوك أساميها معروفة وما شو من معروفة شو تقفها. أنا دا أقول لك معروفة يعني ست البنوك العالمية البنوك العالمية دكتور عدنان. أنا أقول لك معروفة طبعا معروفة يمتلكها زعماء وسياسيين ومتنفذين وأصحاب سلاح وعندهم ارتباطات هذه رادمة دليل مثلا اعطيني في الدليل اعطيني في البنك يملكه في الزعيم مثلا حتى نعرف نقول إيه ولا مثلا يا بنك اللي أنا ما أعرف أكو شي بلوك. نعم أكو سياسيين نافذين أكو نعم أنا وياك متفق لكن أنا صح حقيقة ما أعرف يا بنك بهذه الكتلة وبهذه الكتلة وبهذا الزعيم. لحد الآن ما عندي شي دليل ولا يمكن أنت تملك دليل. نعم أنا وياك سماع نسمع ومؤكد هذا الشيء موجود ما يحتاج جدل لأنه يعني هاي البنوك مدعومة يعني سياسيا ومحمية زين إلى متى يا دكتور عدنان. هنا أنا سؤال أنا يستفزني إلى متى سيبقى خطابنا عائم إلى هذا الحد ولا نستطيع أن نفكك هذه الشبكات. أنا وأنت ما نملك المعلومة لكن نعرف الأجهزة الأمنية والاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات العراقية والحكومة العراقية والمنصة الدولية والبنك الفيدرالي أطلع كل الحكومات العراقية على هذه المصارف وأسمائها وحركة الدولار المهرب. ليش وقت راح لا مو من خلاله استاذ ما ادري استفزك انا ما اريد اي عفوا انا اريد اقول لك بشغل عام هذا اللي تفضلت فيه هذا ما يحل المشكله. اللي يحل المشكلة عندنا نظام مصرفي بائس. هو مو عندنا المشكلة بهاي اللي تفضلت بيها. عندنا النظام المصرفي ما يقوم بدوره. يعني المصارف تتشكل فقط مجرد تأخذ الدولار تجيب الدولار تبيعه بالسعر حتى تربح منه. أما هذه البنك يساهم في عمليات الاستثمار عمليات القروض عمليات السكن اللي هي في دول العالم أو نظام دولي. هذه البنوك عندها في النظام بالائتمان والتأمين والضمان. ما عندنا شيء نظام مصرفي مثل بقية الدول اللي نظام مصرفي يلعب دور كبير في تنمية البلد. هنا المشكلة. خلي يجي أي واحد يجيب فلوسه وخلي يحميه من أي جهة معينة. يعني مافيات بالخارج بإيطاليا وباليونان وبأمريكا مافيات تحمي البنوك مو مشكلة. المشكلة عندنا أنه هذا النظام المصرفي يجب أن يتراجع البنوك جميعا في إدائها. مو صندوقان هو مجرد ينطي مبلغ معين حتى يفتح له مصرف وبالتالي يروح مثل ما قلت بزاد العملة يأخذ الحصة مالته ويبيعها حتى يربح منها. هاي مو بنوك هذه شغلته مو شغلة بنوك وما عندها مودعين ولا عندها المودعين كلهم أصحابها وجماعتها وأسامي معروفة تمام.